بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم راح نبدا بشرح الدرس الجديد من الصف الخامس بمسمى الاعداد السالبه قبل ما ابدا بدرسي بدنا نحكي ايش الاعداد السالبه من وين اجت ليش اجت شو هي هاي بالضبط عشان نحكي عنها بدنا نتخيل حالنا نحكي الناس من وين جابوها الناس كانوا لما يجوا مثلا يكونوا ماشيين عادي بـ بـ على الأرض عادي ويجوا يدخلوا عمارة وبدهم يطلعوا من العمارة طابق بركبوا المصعد بدهم يطلعوا طابق لفوق أو طابقين أو ثلاث طوابق شو كانوا يحكوا؟ كانوا يحكوا دخلنا إذا طلعوا طابق واحد يحكوا دخلنا الطابق الأول إذا طلعوا طابقين يحكوا دخلنا الطابق الثاني رقم اثنين دخلنا الطابق الثالث مثلا لكن هل كل عماراتنا طابق وطابقين وثلاث طوابق كلها بنطلع لفوق لا بعد هيك لما تطور البناء وتطوروا الناس صارت تطلع عنا مباني وعمارات مش دايما فوق الارض مرات انا بحتاج انزل مره انزل مرتين انزل ثلاث مرات مثلا تحت الارض لما إجوا الناس زي ما سموا هدول واحد، اتنين، ثلاثة إجوا بدهم يسموا هدول، إجوا اطلعوا عليهم، صاروا يحكوا إنه طيب هاي المسافة عن هاي المسافة سميناها واحد، وهاي المسافة عن هاي المسافة عدينا واحد، واحد يعني اتنين، فسميناها اتنين، وهاي المسافة عن هون واحد اتنين تلات فسميناها تلات، طيب هاي عن هاي مش قدها هاي عن هاي؟ نفس المسافة هون عن هون نفسها من هون عن هون، إذا هاي واحد، إذا هون أكيد راح تكون عندي واحد، أكيد راح تكون عندي واحد، طيب إذا هون عندي من هون لهون نطينا مرتين صارت اثنين، إذا من هون لهون نطينا مرتين أكيد عندي راح تكون اثنين، طيب من هون لهون نطينا ثلاث مرات راح تكون عندي تلات. بس لما وصلوا زي هيك الناس صاروا يخربطوا لما اجي بدي اديل مثلا صاحبي يجي يسالني باي طابق انا احكي له انا بالطابق الثالث إيه، تيجي بدها تطلع صاحبتي مثلا تطلع على الطابق الثالث إيه ما بتعرف هي طب لفوق ولا لتحت تطلع فوق اكون انا تحت صار في خربطة، طب هاي التلات صح بتبعد عن هون نفس هاي التلات بس هي مش نفس الإشي، وحدة فيهم لفوق أنا زدت طلعت ارتفعت وحدة فيهم لتحت أنا نزلت قليت طيب لما صاروا يحكوا طب نفرق بينهم كيف نفرق بينهم بالاسم فاجا واحد ذكي شو صار يحكي حكى بسيطه مش هاي انتو مش لما طلعتوا لفوق زدتوا ارتفعتوا شو يعني زدتوا وارتفعتوا في عنا اشارات كنا نستخدمهم بمسمى عمليات كنا نستخدم عمليات حسابية في واحدة من العمليات بتوصف كلمة ارتفعت أو زدت أو طلعت كانت عملية الزائد شو كانت أي عملية؟ عملية الزائد طيب فحكينا لما بدي أطلع لفوق ببساطة بميز العدد بإني بحط له علامة زائد بصير اسمه موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاث اذا اشارة الزائد يا بسميها زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاث او بسميها موجب بسميها موجب طيب لما اجي انزل انزلت قليت طرحت شو ممكن اسمي العدد بهاي الحالة شو الاشارة اللي ممكن توصف ليها لما فكروا صاروا يحكوا عندي اشاره الطرح اشاره الناقص هاي ممكن توصف لي العدد اذا نزل لتحت اذا قل لما اقلل من العدد كاني طرحت منه فكانه ايش صارت زي كانها اشاره ناقص بس عشان يفرقوا بينها وبين عمليه الناقص شو قرروا هون عشان يفرقوا بينها بين الموجب بين الزائد قرروا يسموها موجب هون عشان يفرقوا بينها وبين الناقص قرروا يسموها سالب شو قرروا يسموها سالب هلا موجب واحد نفسها واحد عادي موجب اثنين نفسها اثنين عادي موجب ثلاث نفسها ثلاث لكن سالب واحد مختلفة عن الواحد سالب اثنين مختلفة عن التنين سالب ثلاث مختلفة عن الثلاث طب شو علاقتها فيهم شو علاقة السالب تنين بالتنين شو علاقة السالب واحد بالواحد الواحد أنا طلعت لفوق خطوة السالب واحد أنا نزلت لتحت خطوة التنين نفس, نفس المقدار التنين بيبعدوا عن الصفر نفس الإشي هاي بتبعد خطوة وهاي بتبعد خطوة طب شو الفرق؟ التنين عكس بعض واحدة فيهم بتأشر لفوق معناها التانية بتأشر لتحت إذا شو إشارة شو معناها شو الفرق بينهم؟ إنه التنين عكس بعض إذا إيش علاقة الواحد بالسالب واحد؟ معكوسة بسميه معكوسة، معكوسة طب تعالوا نمثل الأعداد بصورة تانية بس الطوابق اللي فيها فوق وتحت؟ لأ، في عندي كمان مثلاً خط الأعداد درسنا خط الأعداد وعرفنا شو خط الأعداد، ممكن تشوفوه على المسطرة خط الأعداد، هلا المسطرة خط الأعداد ببدأ من العدد صفر، ببعد خطوة بصير واحد، ببعد خطوتين بصير اتنين، ببعد تلات بصير تلات. لأي جهة؟ لجهة اليمين لأي جهة؟ لجهة اليمين طيب أنا مثلا بدي أحكي أنا قبل الصفر هون بخطوة شو رح يصير اسمي؟ أنا باتجاه عكس هذا الاتجاه إذا الإشارة رح تكون سالبة تحركت لليسار عكس اتجاه اليمين حكينا شو يعني تحركت اتجاه عكس؟ يعني الإشارة بعكسها شو يعني تحركت اتجاه عكس يعني بس بحط إشارة إذا كانت هذا إشارته بدون إشارة يعني موجب إذا كانت إشارته موجب فبتصير إشارته سالب طيب وكم مرة نطيت نطة إذا سالب كم سالب واحد طيب هون بعد السالب واحد إيش بيجي سالب تنين بعد السالب تنين سالب ثلاث ومثل ما بزيد هون أربعة خمسة ستة هون كل ما نمشي خطوة يسار رح, رح كمان تصير سالب خمسة سالب أربعة سالب خمسة سالب ستة طيب مثال تاني مثلا درجات الحرارة كنا نسمع كتير درجة الحرارة تصير سالبة شو يعني درجة الحرارة سالبة أنا درجة الحرارة عندي اللي ببدأ منها العد هي صفر دائما ببدأ العد من الصفر طيب إذا ارتفعت درجة الحرارة عن الصفر بتصير اسمها واحد اثنين ثلاث أو موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاث إذا نزلت درجة الحرارة عن الصفر لما أجيت أقيسها بالميزان أعطاني أن درجة الحرارة أقل من صفر نزلت كتير بردت كتير درجة الحرارة نزلت عن صفر، شو بصير اسمها؟ بصير اسمها سالب واحد سالب اتنين سالب تلات، كل الأعداد اللي درسناهم بالدنيا في منهم موجب، إحنا درسنا منهم الموجب، دائما في إلهم عكس بالسالب، دائما في إلهم عكس. بالسالب، عادي أنا درست مثلا ألف وخمسمية بيجي بعد هيك إذا ضليت ماشية لقدام قدام قدام راح ألاقي هون ألف كمان هون إذا ضليت ماشية هيك لقدام باتجاه اليسار راح ألاقي عندي عدد اسمه سالب ألف كل عدد في الدنيا إله معكوس بالإشارة السالبة، كل عدد بالدنيا إله إشارات يا إشارته موجبة أو إشارته سالبة. اذا كانت اشارته موجبه اله معكوس بالاشاره السالبه واذا كانت اشارته سالبه اله معكوس بالاشاره الموجبه عادي مثل ما السالب معكوس الموجب والموجب معكوس السالب زي ما اليمين عكس اليسار كمان اليسار عكس اليمين طيب الا عدد واحد ما إله إشارة ما في منه إلا مرة واحدة بنحكي الصفر الصفر هو العدد الوحيد اللي بحكيه مرة واحدة لأنه ببدأ منه بحدد الاتجاه فوق تحت بحدد الاتجاه منه متى بيختلف عنده ما بيكون في اتجاه بكون أنا واقفة إذا إجيت أتحرك بعده يا بتحرك يمين بصير موجبة أو بتحرك يسار بصير سالبة هون مثلا الصفر عندي هون يا بكون واقفة عنده يا إما بتحرك فوق بصير موجبة أو بتحرك تحت بصير سالبة، الصفر هو العدد الوحيد اللي ما في منه غير عدد واحد هو نفسه الصفر ما إله معكوس، إيش معكوس الصفر؟ صفر ما إله عكس بالإشارة، الصفر ما إله إشارة، باقي الأعداد إلها إشارة. طيب تعالوا نشوف شو الأسئلة اللي بتيجينا عن الأعداد السالبة خلينا نقرأ أسئلة عليها يمكن نفهمها أكثر شوفوا معي بكتاب الطالب صفحة 22 المثال الأول محلول جاهز بس بدنا نحكي عنه شوفوا شو بيحكي لي أول إشي أنا عشان أعرف أحدد أعداد موجبة وسالبة لازم بالأول أحدد الصفر تبعي عشان أعرف الصفر تبعي بعده إذا تحركت زدت ارتفعت بمعنى إنه إشارة جمع فبكون موجبة إذا نزلت طرحت قليت قليت كلياتها بكون أنا بإشارة سالبة بكون بإشارة سالبة فلازم أول إشي أحدد الصفر تبعي تعالوا نشوف بقول لي ارتفع طائر ست أمتار عن عن بتحدد لي الصفر تبعي عن سطح البحر الصفر تبعي مثل ما تخيلت هون أنا طلعت للطابق الثالث مثلاً شو كان الصفر تبعي؟ كان الأرض اللي أنا ماشية عليها اللي طلعت منها طيب أنا ارتفعت عن سطح البحر أنا كنت عند سطح البحر طلعت لفوق مسافة ستة إذا إيش الصفر تبعي؟ سطح البحر هو الصفر تبعي طيب طلعت لفوق ستة إيش عكسها؟ عكسها نزلت تحت سطح البحر سالب ستة ايش اذا ايش عندي العدد اللي بيمثل الموقف هو اي اللي يا ست امتار اذا هو ستة ايش عكسه سالب ستة ايش الصفر تبعي مستوى سطح البحر هو الصفر تبعي اللي بلشت اعد منه طيب السؤال اللي بعده اي اللي درجة الحرارة اقل لما وصلت ادنى حد اقل حد الها اقل حد الها كانت خمس درجات تحت الصفر تحت الصفر خمس درجات تحت الصفر إذا أنا الصفر تبعي هو الصفر تبع ميزان الحرارة درجة الحرارة طيب إجا بده يقيس لأني نازلة خمس درجات تحت الصفر شو يعني تحت الصفر لتحت يعني أنا إشارتي سالبة طيب إذا العدد اللي بمثله سالب خمسة إيش عكسه بعكس الإشارة شو بتصير موجب خمسة طيب إيش الصفر تبعي حكيته اللي هو الصفر الموجود على ميزان الحرارة هو اللي خلاني أحدد أنا إيش رقمي. طيب بعد هيك بقول لي خسرت سيدة كيلوغرامين من كتلتها خلال شهر، كان وحدة كان إلها كتلة معينة، كان إلها كتلة. بعد شهر خسرت، خسرت، شو يعني خسرت؟ قلت ولا زادت؟ أحطها فوق ولا أحطها تحت؟ تحت خسرت، قلت، قلت كم؟ قلت كيلوغرامين، فبحط ناقص اثنين. خلال شهر طيب اذا ايش انا الرقم اللي بمثله سالب اثنين ايش عكسه بدون السالب بشيل السالب يا يعني اما بحط موجب او ما بحط موجب عادي بكتبها اثنين نفس المعنى العدد مع اشارة الزائد او بدون اشارة الزائد نفس المعنى اذا ايش عكس السالب اثنين موجب اثنين هاي تنقرأ موجب اثنين او بتنقرأ اثنين طيب ايش هو الصفر تبعي الصفر تبعي هو هي الكتلة قبل ما تخسر يعني الكتلة الاصلية الكتلة الأصلية، أنا من وين بلشت أعد لتحت؟ بلشت أعد من الكتلة الأصلية. هذا أول سؤال عندي، عندي سؤال أتحقق من فهمي، شو بقول لي؟ بقول لي اكتب العدد اللي بيمثل الموقف، بحكي لي كسب خالد 30 دينارا في أسبوع، خالد كان معه مبلغ معين، كان يكسب مبلغ معين أو كان معه مبلغ معين. ومرة هيك إجا كسب خلال أسبوع 30 دينار كسب يعني بنجمع له أخذ فلوس زيادة ولا طرحنا منه دفع قلت فلوسه لا طبعا فلوسه زادت إذا شو العدد اللي بيمثله بيمثل العدد موجب 30 أو بدون الزائد عادي نكتبها بس 30 عادي نكتبها بدون الزائد بس 30 طيب إيش معكوسه هذا العدد اللي بيمثله هيو هذا العدد اللي بيمثله الموقف إيش معكوسه بما إنه الإشارة زائد بنعكسها شو عكس الزائد ناقص التلاتين بتنزل مثل ما هي مثل ما كنا نعمل بالجدول العدد بضل زي ما هو شو معنى معكوسة بس بنغير الإشارة إذا ناقص شو عكس الناقص زائد إذا زائد شو عكس الزائد ناقص طيب بعدين بقول لي وضح الموقف اللي بيمثله الصفر أنا من وين بديت أعد شو اللي نزاد عليه تلاتين هدول التلاتين دينار لوين راحوا فلوس خالد اذا ايش اللي زاد عليه تلاتين ايش الصفر في الموقف نقود خالد قبل الكسب هذا الصفر بالموقف تبعي في عندي اسئله الكتاب نفس الفكرة، عندي سؤال رقم اثنين مختلف شوي، شو بقول لي؟ بقول لي حددي الكلمات ايش اللي بتدل على انه انا عددي موجب وايش اللي بتدل على انه عددي سالب، انا بفكر فيها، اللي بزبط احكي عنها بعملية الجمع بتكون عدد موجب، واللي بحكي عنها بعملية الطرح بتكون عدد سالب، طيب خسر لما احكي عن خسارة بكون طرح فبكون سالب، لما احكي عن كسب بكون جمع بزيد فلوسه فبصير موجب، انخفض سالب أنا قليت نزلت، طيب فاز موجب، طيب زاد موجب، سحب أخذت منه سحبت سالب نقصت، طيب شحن شحن يعني أنا شحنت خطي زدت خطي شو بصير؟ موجب، ربح ربحت فلوس أخذت ربحت هدية شو صار معي أخذت إشي زيادة إذا موجب جمعت. طيب في عندي هذا السؤال مثلا السؤال رقم ثلاثة ميزان الحرارة بيأشر لي على عدد معين بقول لي اكتبي هون ميزان الحرارة واقف عند زائد ثلاث إذا هو بيأشر لي عند درجة حرارة ثلاث أو زائد ثلاث نفس الاشي هون ميزان الحرارة وين بيوقف هي عند سالب واحد بحط السالب واحد نفس الاشي نفس ما هو موقف ميزان الحرارة موقف عند سالب ثلاث بحط سالب ثلاث ميزان الحرارة موقف عند زائد واحد بحط زائد واحد آخر سؤال راح أحله اليوم سؤال رقم أربعة عنا الصفر هيو أي اللي إذا نطيت مرة بكون عند الزائد واحد طب إذا نطيت مرتين على اليمين وين بصير بصير عند الزائد تنين طيب إذا نطيت مرة لليسار مرة بس لليسار عكست الاتجاه إذا بعكس الإشارة كم مرة نطيت مرة فشو بصير سالب واحد طب هون كم مرة نطيت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وعكس اتجاه الزائد، شو بدها تكون إشارتي؟ ناقص وكم مرة حكيت؟ ستة، إذا الرقم هو ستة، شو الرقم؟ كله كامل سالب ستة، طيب باقي الأسئلة رح تكون معكم عندكم واجب وبالتوفيق إن شاء الله.